عن الحرص على مواجهة الأفكار المتطرفة، الحرص على دمج الشباب في المجال الرياضي بشكل كبير، الحرص على الربط بين أجيال مختلفة من خلال مراكز الشباب، زي ما اتكلمنا قبل كده مع حضراتكم عن أصول الثقافة ودورها، وبنتكلم عن القوة الناعمة والحاجات اللي ممكن تكون مفيدة للدولة وللبنية الخاصة بالدولة والمفيدة للبنية الخاصة بالإنسان أو المواطن المصري الفكرية والعقلية. نتكلم مع حضراتكم النهاردة عن مراكز الشباب، ما بين دورها وأهميتها والحقوق والواجبات الخاصة بالمسؤولين عن مراكز الشباب، ووزارة الشباب والرياضة ودورها في الفترة دي في تطوير وتنمية مراكز الشباب لتلائم معطيات الدولة المصرية ولتلائم المواطن المصري. كل الإجابات دي هناخدها في الفقرة دي من ضيفنا اللي منورنا النهاردة في صباح دريم، أستاذ الدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة. صباح الفل يا دكتور. صباح النور. نورني وصباح الفل عليك. خليني ابدا معاك في البدايه، احنا بنتكلم تقريبا تعداد مراكز الشباب 4000 لو في تصحيح او اكتر، وعايز اعرف بتخدم تقريبا قد ايه. بس خليني الاول ابدا من فيلم التجربه الدنماركيه. ده اولا ده فيلم كوميدي. كلنا طبعا فاكرين كلمه التكنوكلو والحاجات دي، كونج فو. ففي طبعا في مراكز الشباب يعني كلها مش على نفس المستوى. وانا اقول لحضرتك بالظبط ايه وضع كانوا ايه وضع مراكز الشباب واحنا بنعمل ايه. تمام. احنا عندنا في مصر 4255 مركز شباب. تمام. ده يعتبر الكيان الوحيد بخلاف المدارس اللي موجود في كل قريه مصريه. ال 4255 مركز دول احنا بنهدف لتحويلهم لنقاط اشعاع ثقافي. يبقى هو وان ستوب شوت في كل الخدمات الثقافيه والرياضيه والاجتماعيه اللي يهتم بها الشباب. عشان ما نلاقيش كل الشباب قاعد على القهاوي، ما نلاقيش فيه شباب بيعتنق افكار متطرفه او بينخرط في ممارسات ضاره زي الادمان والانحرافات الاخلاقيه والفكريه. تمام. في الاطار ده بقالنا 3 سنين حاطين خطه كامله لتطوير مراكز الشباب. الخطه دي بتعالج مشاكل ضخمه جدا يعني موجوده في مصر من اول انشاء اول ساحه شعبيه في الاربعينات من القرن اللي فات. ال 4000 مركز شباب كلهم زي بعض. عندنا 3000 مركز شباب مطورين على اعلى مستوى. فيهم حوالي 3000 ملعب خماسي او قانوني. يعني ملاعب لكره القدم. فيهم عدد كبير من الانشطه الثقافيه والفنيه. تمام. فاضل عندنا 1255 مركز. ال 3000 دول تقريبا اللي حضرتك بتقول على اعلى مستوى منتشرين في محافظات ايه؟ احنا عندنا مركز في كل المحافظات. يعني لا، ال 3000 اللي هم على اعلى مستوى في كل المحافظات موجودين. يعني في كل المحافظات احنا ال 4255 دول في كل محافظات مصر. ال 4255 منهم 3000 ملعب احنا بدانا في تطويرهم. عملنا فيهم ملاعب خماسيه او قانونيه عشان نجذب الشباب يلعب رياضه جوه مراكز الشباب. والهدف هنا مش هو يلعب رياضه بس، الهدف هنا انه رجله تيجي على مركز الشباب فيقدر بعد كده يشارك في الانشطه الثقافيه والفنيه والاجتماعيه اللي احنا بنعملها. طب ايه هي الانشطه الثقافيه والفنيه اللي احنا بنعملها جوه مركز الشباب؟ طب تقريبا برضو قبل ما اعدي النقطه دي خليني اخد من حضرتك كل المعلومات اللي ينفع اخدها النهارده. الموازنه الخاصه بمراكز الشباب تقريبا قد ايه؟ الموازنه الخاصه بتتراوح بين موازنه انشاءات وموازنه انشطه. يعني ميزانيه وزاره الشباب حوالي 1 مليار جنيه. تمام. منهم حوالي 375 مليون جنيه للانشاءات عامه والتطوير. الخاصه بالوزاره كلها. الخاصه بالوزاره كلها داخل. تمام. فيها مراكز الشباب. داخل فيها المدن الشبابيه، داخل فيها منتديات الشباب. الجزء الاكبر من الميزانيه احنا بنوجهه لمراكز الشباب بوصفها هي الموجوده في كل مكان في مصر. لكن ميزانيه الدوله مش كفايه. يعني عشان كده بدانا نبص على موارد اضافيه لتطوير مراكز الشباب. ميزانيه الدوله اللي وزاره الشباب والرياضه مش كفايه، ولا الجزء المخصص من وزاره الشباب والرياضه للمراكز مش كفايه؟ لا، الميزانيه كلها مش كفايه. مش كفايه. يعني احنا بنتكلم في 1 مليار جنيه. مليار جنيه بتستهدفي منهم اجور، منهم انشاءات، منهم انشطه شبابيه. بتكلمي على 35 مليون شاب في مصر. يعني المتوسط بسيط جدا. فبالتالي المهندس خالد عبد العزيز وجه ان احنا نعمل خطه طموحه في موضوع الاستثمارات وموضوع تنميه الموارد. تمام. في الاطار ده بدانا الوزاره مش بس بتشتغل بميزانيه الدوله، بنحاول نبص على الشركاء التانيين سواء اجهزه حكوميه او قطاع خاص او مجتمع مدني. تمام. في الاطار ده مثلا على سبيل المثال انا قلت لحضرتك عملنا 3000 ملعب. لكن عندنا في صالات جيم، عندنا في حمامات سباحه. طب نعمل ايه؟ رحنا لهيئه تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، عملنا معاها بروتوكول، هي عندها الفلوس احنا عندنا المكان. فقلنا ان اي شاب عايز يعمل حمام سباحة أو صالة جيم أو ملعب خماسي في محافظات الصعيد يقدر يقدم على كارد من هيئة تنمية المشروعات ب5%، وإحنا هنقدم له المكان وهم هيقدموا له دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع. ده بدأنا نعمله دلوقتي. بدأنا نعمل مع شركة شيل. هل في ناس اشتغلت في إطار المشروع ده؟ ده أعلنا عنه من حوالي شهرين. في ناس قدمت. ففي دلوقتي احنا في مرحلة الإنشاءات إن احنا نشتغل على الموضوع ده بحيث انت تعملي مشروع صغير للشاب جوه مركز شباب. تقريبا عدد الشباب اللي تقدموا او اجيزوا قد ايه عند حضرتك تخيل كده الرقم؟ لحد دلوقتي احنا لسه في اطار تلقي الاعداد النهائيه.
بالاضافه لده عملنا مشروع تاني مع شركه شيل اللي هي شركه عالميه اسمه فوتبول نت عشان نعمل نطور مهارات 1800 شاب على ممارسه كره القدم في القاهره وفي محافظه مطروح. بنعمل مع عدد كبير تاني من الشركاء زي صندوق الامم المتحده للسكان مجموعه من الندوات الخاصه بالتوعيه، كان اخرها من حوالي 5 أيام أو 6 أيام للاجئين السوريين الموجودين جوه مصر، فعملنا لهم نشاط كبير قوي في العاشر من رمضان. بنتعاون مع توعيه في ايه؟ توعيه بكيفيه الاندماج في المجتمع المصري، ازاي يبقى عندهم فرص عمل، ازاي يقدروا يشتغلوا في صناعات يدويه، حرف يدويه، ازاي يبقوا قادرين على التلاؤم موجودين في المجتمع، مش بس المصريين، احنا كمان شغالين. طب هو ممكن حد دلوقتي يا استاذ يوسف يعني اسالك بقى